طب معانا تليفون هنتاكد منه المعلومه دي يا ابو الكباتن، فانا هسيبك تقول الو. الو مساء الخير يا كوتش. ده ايهاب. هو طب يعرف منين يعني؟ يا جماعه مش عارف يا جماعه كده من اول الو. لا ايهاب هيعرف منين؟ ما عارف ده بقى. ايهاب. لا عارف لا بقى بعد ما كده الاكل حضرتش كان ايه. الحاجات دي. لا ما عارف بعد كده بقى. يا ابا اخبارك ايه؟ طبعا يا ابا احمد تمام عبد الحليم الحمد لله. منورنا. الله يخليك، منور بيك، الله انت عارف يخليك، بقى الايام كلنا اللي بعد كده طيبين. وانت طيب ورمضان كريم عليك، وانت عارف الطقوس اللي بعد كده رمضان، الاكله اللي كانت مهمه للكابتن على السفره. لا هو بص يعني الكابتن ممكن يعني نتكلم في اي حاجه الا الاكل، يعني هو ما بيقول لي الاكل الكابتن ما بالنسبه له مش ده اكيل خالص. اخر حاجه ممكن يفكر فيها يعني. طب وانت يا بوب ايه الاكل ايه معاك؟ انا باكل كل حاجه برضو وما عنديش مشكله في حاجه زي زيه الكابتن بالظبط مالكش في يعني. الاكل قوي ولا لا؟ في اكله لا لا معينه؟ لا لا باكل، وفي اكلات بحبها وفي حاجات بطلبها يعني، حلو. لكن برضو انا اتعلمت منه الحته دي يعني، الموضوع ان ايه، ان الاكل ده يعني مش حاجه ضروريه قوي يعني في حياتنا يعني. يعني باكل اللي انا محتاجه، مش شرط اقعد اكل حاجات بالظبط كتير. بالظبط. او ده مؤخرا يعني، انا ما كنتش كده برضه، ده مؤخرا يعني. طب انا اسالك بقى على الطقوس مع ابو الكباتن وفي الاسره اول يوم رمضان ايه؟ لا احنا طبعا بنتجمع وبنفطر مع بعض اول يوم رمضان ده، طبعا طبعا. هو ده هو صيام بيبقى شادد شويه كده زي طبيعه اي حد يعني صايم، وبعد كده الامور بتفك يعني. طب ايه موقف مش قادر تنساه لابو الكباتن في رمضان؟ والله المواقف كتير، المواقف كتير جدا، بس احنا من كتر المواقف فما فيش يعني، مفيش ما حاجة فيش حاضرة حاجه في الذهن على طول. ما لا ما فيش حاجه حاضره فعليا يعني دلوقتي يعني. انا ما انا في مواقف كتير جدا في رمضان وفي غير رمضان. لا ف هو إيهاب له مواقف. كان صغير لما كنت بلعب الدورات الرمضانية اللي في نادي الجزيرة في الإمارات. الإمارات. الدورات الرمضانية دي يعني حتى هو كان في رابطة المشجعين وهو صغير يعني، لأن طبعا كنا بنكسب البطولة يعني. أنا طبعا الحمد لله، لا أنا فرقتي دي قعدت أكسب كل البطولات اللي لعبت فيها في صحيح. الجزيرة بالذات. فإيهاب كان مرتبط جدا وهو بقى إيه، هو بس في حاجة بقالهاش، ايه بك بس هو ممكن تكون الطقوس بتاعة الأكل بتاعه اتغيرت دلوقتي، إنما الأول لا لا لا. ايوه، ما انا قلت مؤخرا، هو رماها في النص انا قلت كده. مؤخرا عشان مؤخرا. ما انا قلت مؤخرا عشان الحقك، انا وخصوصا في عارف انت. الامارات، طب الاول كان ايه يا ابو الكباتن قول لي وخصوصا بقى. في انا احب الامارات. الحاجات دي قوي بقى، انا لا جاي اهدي النفوس يا بوب. لا وخصوصا في الامارات والله يعني، هو في الامارات كان مهتم جدا بموضوع الاكل ده. ما الاكل هناك بصراحه بقى، الحاجات ما انا بقول الكبسه لك بصراحه والمندي يعني. والحاجات دي لا حلوه حلوه يعني بصراحه، هو ما بتاكل بصراحه عشان يعني. الفاست بنعمل ايه فود، طيب؟ عشان لا عشان الفاست فود هناك كتير ومتنوع، فالواحد بيهتم بالمواضيع دي. فحاليا الراجل ظبط بقى الدنيا خلاص ونزل جيم وحاجه بقت زي الفل اهو. والله هو اليومين دول لسه ما نزلش جيم، ان شاء الله ينزل بقى. خلاص ان شاء خلاص الله خلاص. الكابتن هشترك لك في اكبر جيم كابتن، الله وعدك. ان شاء الله انا ان جبت لك شاء اشتراك الله. جيم اهو. طب الاحفاد اكيد بقى في علاقه لا قويه دي جدا. لا دول بالنسبه لي اهم منه يعني. ما طبيعي لا ما يعني طبيعي يعني يعني دول بالنسبه لي اهم يعني في منه. رمضان اهم حاجه بتكلم ايهاب الاحفاد يجوا الاول، ما هتتاخروا لا بعتوهم هم قاعدين معايا على طول. لا 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 ما شاء الله، لا ده اهم حاجه. لا انا بالنسبه لي يعني ايهاب دول. بقى لما يكون محتاج حاجه يبعت الاحفاد، روحوا بس قولوا لجده. لا لا هو ما بيبعتهمش، هم بيجوا من نفسهم بيطلبوا لا لوحدهم هم. ما بقول لك لا كل شيء هم جده الواسطه، مباح. هم لا الواسطه، هم هم الواسطه. هم بالعكس، ده هم يعني لما بيعوز هو حاجه هم اللي بيتوسطوا له. امال ايه. طبعا. واخته برضه هند، ربنا نفس يسهل الكلام، طبعا. الاحفاد بس هند، نبعت لجد. بس هند بقى يعني ربنا ان شاء الله مشغوله اليومين دول، انما ان شاء الله ربنا يكرمها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. يعني ربنا يكرمها من الممثلات ان شاء الله المحترمين ربنا جدا يوفقها. واقوياء اقوياء جدا جدا جدا. وإيهاب بقى نزل مصر خلاص يعني. ما خلاص بقى، ما احنا عايزين نشوفه قريب. لا ما انا بقول لك نزل بقى خلاص يعني، الراجل أدى فترة طويلة في الإمارات صحيح. والحمد لله دلوقتي موجود في مصر إن شاء الله. خلاص انا هعزمك على اكل مش فاست فود. طيب خلاص وانا خلاص مستني، اهو، وانا مستني. عشان حاجة حلوة هخلي الكابتن يشترك لي معاك في الجيم عشان اجي معاك. يا سلام. لا وانا مستني خلاص، احنا نشترك في الجيم وناكل، ما عنديش بس مشكلة. الاثنين مع بعض. إيهاب نورتني وشرفتني، ورمضان كريم عليك وعلى كل الأسرة رمضان كريم عليكم جميعا يا رب، وعلى كل الزملكاويه ان شاء يا الله باذن رب الله. دائما.